شوف من عنده القدرة على الصمود والمنافسة بقوة للفوز بلقب هذا الموسم. سعود عبد الحميد على جهة اليمين بكرة عرضية خطيرة خطيرة. ميشيل داخل منطقة، ميشيل يلعب كرة عرضية براس وكرة وانفراد ميشيل، خطيرة لميشيل وفرصة وكرة. يا إلهي هذه فرصة مواتية، هذه ليلة كبيرة. هذا هو ميتروفيتش وأمام مارسيلو غرويد. مترو يا إلهي أمام ياسر شاراني، تصل إلى ميتروفيتش، روبن نيفيز، سعود عبد الحميد، طويلة خطيرة هلالية، فرصة وكرة